بسم الله الرحمن الرحيم. ما اسم الآلة التي نرسل بها؟ رسالة. غسالة. صح؟ نعم. نرسل بها الملابس اسمها غسالة. ما وزن كلمة غسالة؟ فعالة. أحسنت يا عبد الله. ممتاز. أحسنت يا مسرور. فعالة. غسالة فعالة. طيب الشيء الثاني يا أولاد وهو المشرط الذي يستخدمه الطبيب في العمليات. يفتح كذا وينظر اسمه مشرط. ما اسمه؟ مشرط. طيب المبرد الذي يستخدمه النجار لكي يجعل الخشب متساوية اسمه مبرد. ما اسمه؟ مبرد. طيب اذا المشرط او مبرد كل هذا على وزن ماذا؟ مفعل. مشرط او مبرد على وزن مفعل. طيب جميل. وعندك ايضا مفعال زي مثل ملقاط. مثل منشار. مفتاح. أحسنت. مفتاح أسأله. أحسنت يا ولد. إذا هذا على وزن مفعال. ملابس. مكواة. على وزن مفعلة. على وزن ماذا؟ مفعلة. طيب. التي نسطر بها. مسطرة. على وزن مفعلة. الشيء الأخير أن هذه هي الأوزان القياسية باسم الآلة. الآلة التي نفعل بها الشيء هذه أوزان قياسية. هل يوجد أشياء سماعية؟ يوجد كثير. الفأس الذي نفعل به الأرض اسمه فأس، يعني لا نستطيع أن نقيس على وزنه. طيب اسم الآلة يا شباب من الأسماء المشتقة. من الأسماء المشتقة. التي تأتي للدلالة على الآلة التي قام بها الفعل. الآلة التي فعلنا بها الفعل. قطعت مثلا السكين اسم آلة لكن طبعا ليست من هذه الأوزان. قطعت التفاحة بماذا؟ بالسكين. قطعت الخشب بالمنشار. الآلة التي قطعت بها الأخشاب هي ماذا؟ المنشار. على وزن مفعال. على وزن مفعال. طيب يا رجال أحسنتم. بارك الله فيكم. مكنسة على وزن مفعلة. الرابعة مكنسة على وزن مفعلة. الآلة التي توضع فيها اللحوم اسمها مفرمة. المفرمة أيضا على وزن مفعلة. نعم. تضع فيها اللحم لكي يصبح كده. عند الجزار. نعم. هذه اسمها مفرمة. تفرم اللحم لأنها تفرم اللحم. طيب أصعد إلى الدور الثاني بماذا؟ بالمصعد. على وزن مفعل. مصعد. مشرط. مبرط. على وزن مفعل. مسطرة. مفرمة. مفعلة. مفعلة.
مكنسة ايضا احيانا يستخدمون مكنسة بدلا من كنسة وكذا، مكنسة ايضا على وزن مف على. هذه هي اسماء الآلة القياسية التي اقيس عليها. لكن هل يوجد سماعية؟ يوجد سمعناها كثيرا وهي اسم الآلة. السكين تدل على اسم الآلة، لكن هل هي من هذه الأوزان؟ لا لا ليست من هذه الأوزان. فهمنا يا رجال؟ نعم. طالب مجتهد يقرأ، اقرأ عواد، ابدأ. تأمل الجمل أصعب ساس. لا لا لا، اقرأ الأمثلة الأول أصعب إلى الدور الثاني. نعم. ما أجمل قواعد باء الدرس الواحد التاسع، ابدأ. أصعد إلى الدور الثاني بالمصعد. نعم الثاني. ثقب العابية اللوح مثقب على وزن مفعل، اقرأ. استعمل ليس أنت هو، استعمل الجراح المشروع والمضاد المضع والمقص على وزن مفعل، اقرأ يا بني. استعاد الحداد بالمبرد أيضا على وزن مفعل، اكتب في الأمثلة الأولى مفعل. الأمثلة الثانية اقرأ. ملقاط أو منفاخ على وزن مف عال، اكتب في الأمثلة الثانية مفعال، اكتب في الأمثلة الثانية مفعال، الأولى مفعال والثانية مفعال. أكمل. الطالب الذي بعده عليه القراءة، اقرأ يا ولد. المكنسة والمكواه مفعلة، مفعلة، اكتب في الأمثلة الثالثة مفعلة. أكمل محمد مزمل الدين. مطبخنا، مطبخنا ينقشه مطحنة، مطحنة ومغرفة. المغرفة مثل الملعقة يا شباب التي تضرب بها لكنها كبيرة عن الملعقة، أمك تستخدمها عند الحلة الكبيرة أو الشيء المرتفع على الكاسة، اسمها مغرفة. أكمل يا بني. اشتريت لا لا هذا اشتريت غسالة على وزن فعالة و شواية على وزن فعالة، فعالة و ثلاجة على وزن فعالة و برادة على وزن فعالة. طيب ما هي مفعالة من تاء مربوطة؟ تاء مربوطة. هذه هي الأوزان والله. لا تكتب هذا القلم. طيب إذا غسالة على وزن فعالة، نظارة، دراجة على وزن أيضا فعالة. الأمثلة الأخيرة، ابدأ يا أسامة. استعمل الرجل القدوم على وزن الفعول، هل هذا من الأوزان القياسية؟ لا لا، إذا أوزان مختلفة. القدوم هكذا مثلا هنا الشجرة. طائفة جيم على وزن مفعلة، وفي طائفة دال على وزن فعالة. نعم، وجاء بعض أسماء الآلة
القاعدة اقرأ يا عبد الله نعمان بصوت عالي. طيب
صحيحة وانتبه وانتبه ولا تتكلم في الحصة. كلاس ميج ميكواي ميكواتو أنا أكوي ثوبي أمي تبي أكوي ثوبي بيل ميكواي ميكواي بيل ميكواتو بيل ميكواتي أنت تحتاج خاصة أسمحني أسأل الجملة أي جملتين؟ ميكواي أكوي الملابس بالمكواتي. طيب هذا يا ولد التي تأكل بها الثوب. نعم حفر. ها على وزن فعال حفار. أحسنت. تعرفون تعرفون الحفار؟ لا. الذي يحفر الكبير هذا. هذه ما لونه غالبا؟ أصفر. أصفر غالبا أصفر أو برتقالي. حفر الحفار الأرض. حفر. سأقول لك. أعرف شيء. تعرف. التي تكون كبيرة. إيه صار كذا صوت. إيه صار أتراب هذه. هذه خباكة لكن الحفار يحفر. طيب سمعت سلام طيب سلام أم صرامة؟ خلاص صرامة. الصرامة حجمها صغير. من يرد؟